السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. وصفة اليوم عبارة على فطائر برجر بطريقة اللي هي جديدة ورائعة، مرفوق بحشوة سهلة في التحضير والأهم اقتصادية وكتجي الديدة. على بركة الله غدا ندوزو المقادير. كنحتاجو 225 مليلتر ديال الماء يكون دافي، وكنحتاجو القليل من الملح، وكنحتاجو معلقة صغيرة ديال السكر، وعندنا الخميرة ديال الخبز أي خميرة الفورية على حسب الجو. غدا نخلطو الكل مزيان حتى كدوب لينا الخميرة، وكنزيدو 50 مليلتر ديال الزيت نباتية، وكنزيدو دانون طبيعي أي يوغورت طبيعي 125 غرام، وكنخلطو الكل مزيان، وكنزيدو 200 مليلتر ديال الحليب يكون دافئ، وكنبداو نخلطو حتى يندمجو لينا مع بعضياتو. غدا نزيدو الدقيق الابيض يكون نوع جيد، وغدا نبداو نخلطو الكل. في الاول كنحصلو على عجينه كتكون مرخوفه، صافي كنبداو نعجنو فيها او كنبداو نخبطوها بيدينا مزيان، عاد كنبداو نزيدو الدقيق. بعد ما حصلنا في الاول على عجينه كتكون مرخوفه، غادي نبداو نزيدو في الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لنا العجينه، وكنحصلو على عجينه كتكون لينه. غدا نوضعوها في طاولة العمل، وغدا نبداو ندخلوا لها داك الدقيق مزيان كما كتلاحظوا. حنا كندخلوا الدقيق وكنبداو ندلكوا. غدا ندلكوها شويه، بعد ما دخلنا داك الدقيق غدا ندلكوها مزيان واحد شويه، واحد 5 دقائق. بعد ما دلكناها غدا ناخدو صحن، وغدا نوضعو القليل من الزيت، وغدا ندخلو الزيت في العجينة مزيان كما كتلاحظو. بهذه الطريقة حنا كندخلو الزيت وكندلكو. دابا غدا نغطيوها وغدا نخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرات غدا نبسطوها شويه، وغدا نشكلوها على شكل حربول. غدا ناخدو سكين وغدا نقطعوها قطع متساويه. بعد ما قطعناهم غدا نشكلهم كويرات، كنبداو نبسطو في العجين وكنتنيوهم وكنشكلوهم كويرات كما كتلاحظوا بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. صافي غدا نبقى مستمره حتى كنكمل الكويرات كاملين. بعد ما كملنا غدا ندهنوا طاولة العمل بالزيت، وغدا نستفو او نحطوا الكويرات ديالنا. حنا كنستفوهم وكنوضعوا فوق منهم القليل فقط من الزيت، ماشي بزاف. صافي غدا نغطيوهم وغدا نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. بعد ما ارتاحوا لينا غدا ناخذوا الكويره الاولى وغدا نبداو نبسطوهم كما كتلاحظوا. انا راه كنبسطهم بالقليل من الزيت، ما تبسطوهمش بزاف وما ترقوهمش باش ما يجيكمش لاصقين، خليهم شويه على هذا القياس هذا. صافي غدا نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل.
بعد ما كملت وضعتهم في صفيحة الفرن المدهونة بالزيت وغدا نخليهم يخمروا. بعد ما خمروا لينا وضعف الحجم ديالهم، دابا غدا ندهنوهم بصفر ديال البيض والقليل من الحليب أو القليل من الخل. بعد ما دهناهم بالبيض غادا نرشوهم بالبافو اي الخشخاش، اللي ما كانش موفر عندكم ديروا جنجلان اي السمسم. غادا ندخلوهم الفران درجه حراره 180 حتى 185 درجه. غادا ندوزو نحضرو الحشوة. غادا ناخدو مقلات غادا نوضعوها فوق نار تكون متوسطة، وغادا نوضعو زيت نباتية وغادا نخليوها تسخن شوية. غادا نزيدو جوج بصلات مقطعين وغادا نحركو الكل وغادا نخليهم شوية. عاد غادا نزيدو الفلفلة. أنا خدت الفلفلة مشكلة، خدت الحمراء والخضراء والصفراء، قطعتهم قطع صغيرة وضعتهم مع البصلة، ضفتهم على البصلة وغادا نحركو الكل مزيان حتى كيهبطو لينا واحد شوية. عاد كنزيدو التوابل. غادا نزيدو التوابل. غادا ناخدو الكركم اي الخرقوم، وغادا نزيدو الابزار، وغادا نزيدو بابريكا اي التحميره، وغادا نزيدو سكينجبير اي الزنجبير صافي. وغادا نخلطو الكل مزيان حتى يندمجو لينا المكونات مع الخليط. غدا نزيدو الهريسة وغدا نخلطو الكل. غدا نزيدو الشامبينيو وغدا نزيدو الطون. أنا خدت ثلاثة بواطات ديال الطون وغدا نخلطو مزيان، وغدا نخليو الخليط حتى كيطيب لينا على خاطرو وكنحصلو على خليط كيكون معلك أي حشوة معلكة. في الأخير غدا نزيدو نصف معلقة ديال الموطارد، كيعطي واحد النسمه وكيعطي واحد التعليكه رائعه. غدا نخلطو الكل وغدا نخليوه واحد 5 دقائق وغدا نطفيو عليه. الحشوه وجدت لينا، دابا غدا نخليوها جانبا نوضعوها ونخليوها حتى تبرد. بعد ما وجدوا لينا خبيزات برجر كنوضعوهم جانبا وكنخليهم حتى كيبردوا مزيان. عاد كنبداو نقسموهم على جوج، كناخذوا سكين وكنقسموهم. صراحه كيجيو هاد الخبيزات كيجيو رطبين وكيجيو رائعين وساهلين في التحضير كما كتلاحظوا، كيجيونا على هذا الشكل. غدا ندوزو باش نعمرو خبيزات برجر. غدا ناخذوا الحشوه وغدا نوضعوهم في الوسط. حنا كنوضعوا الحشوه وكنوزعوها باش ما تجيناش غير جهه عامره، يجيونا في جميع الجهات. غدا ناخذوا الفرماج محكوك ونوضعوه من الفوق كما كتلاحظوا كيجينا على هذا الشكل. غدا نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال فطا اير برجر اللي حضرته معكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحقوا التجربه وسهله في التحضير. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد، وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.